ده شكل اللاب اللي على السبورة. تمام، عندي الشبكة دي في رينج كام؟ الشبكة دي 192.168.1.0/24. جميل، هاجي على الراوتر ده واديله اي بي وليكن 192.168.1.10. اما الراوتر ده طبعا دلوقتي احنا كنا بنطلع من الراوتر ده وكانت الجيت واي بتاعتنا راوتر 192.168.1.10، بس دلوقتي لو الراوتر ده وقع مش هنقدر نخرج، فانا رحت ضايف راوتر تاني بس اديته اي بي 192.168.1.20، لان ما ينفعش الاتنين ياخدوا نفس الاي بي، هيبقى دوبليكيت تكرار في الشبكه. طيب بس دلوقتي المشكله ان حتى لما الراوتر ده بيقع الناس ما بيحولوش على ده، لان ايه؟ لان دلوقتي انا واخد على الجهاز ده اي بي وليكن 11 والجيت واي بتاعتي 10، والجهاز ده واخد اي بي وليكن 12 والجيت واي بتاعتي 10. وهنا واخد اي بي وليكن 13 ونفس الجيت واي، وده اي بي 14 ونفس الجيت واي، وده اي بي 15 ونفس الايه الجيت واي. حلو، طب ما هو كده دلوقتي لو الراوتر ده وقع الناس مش هيخرجوا من ده، لان ايه؟ هما كلهم مشاورين على الجيت واي 11 واللي وقع كام؟ 10، فبالتالي مش هيخرجوا من ده. لا، انا عايز دلوقتي لو ده وقع يخرجوا من ده. طب هنعملها ازاي؟ اديهم 2 جيت واي؟ لا، ما ينفعش. طيب اعمل ايه؟ ادي نصهم كده، الشويه دول دوت 10 والشويه دول دوت 20، برضو ما ينفعش، لان لو ده وقع خلاص ده وقع، دول مش هيخرجوا رغم ان في مسار بديل بس مش هيخرجوا. فقال لك خلاص بنعمل ما بينهم redundancy protocol بيديهم virtual IP. الفيرتشوال اي بي ده بيكون كام؟ اي اي بي. فانا مثلا قلت هدي كام؟ 192.168.1.1، فده الاي بي اللي انا هعمله فيرتشوال على الراوترين عن طريق الكونفجريشن اللي على السبوره. واجي بقى على الاجهزه دي، بدل ما كانوا واخدين الجيت واي 10 اخليه 1 اللي هو اي بي الفيرتشوال. طب دلوقتي مين اللي هيشتغل بالاي بي بتاع الفيرتشوال؟ اللي هو الراوتر الاكتف. طب مين الراوتر الاكتف؟ الاعلى في البريورتي، ولو تساوت البريورتي يبقى الاعلى في الاي بي. يعني لو البريورتي على الديفولت 100 هيبقى راوتر 2 هو الاكتف، لا انا عايز راوتر 1 هو الاكتف، فنعلله البريورتي شويه نعملها له 105، وده هيبقى بقى الستاند باي لانه على الديفولت اللي هي كام؟ 100. تعالوا نعرف الانترفيسز بتاعت الراوتر الاول. فاجي هنا على طول جي او اي، خلاص احنا كبرنا على السي ال اي دي، فاست 0 على 0 اون، وادي له اي بي وليكن 192.168.1.10. حلو، طيب وبالنسبه للجهه الثانيه اقول له اون الهوست نيم راوتر 2 والفاست 0 على 0 192.168.1.20. حلو، طيب قبل ما اعمل الكونفجريشن احفظ اللاب ده عشان ايه؟ تشتغلوا معايا كده يعني، ما تقعدوش بشوات يعني. فنسميه redundancy without configuration. حلو، يلا ندخل على الراوتر الاولاني ونعمل الكونفجريشن. بداية هدخل جوا فاست 0 على 0 انا اساسا جوا فاست 0 على 0، هقول له اول حاجه ستاند باي وادي له رقم الجروب. انا اقدر اعمل ارقام جروب من 0 ل 4095، لا انا هاخد رقم واحد وادي له الاي بي وليكن 192.168.1.1، كده اديته الفيرتشوال اي بي. طب عايزين نكبر البريورتي شويه، فاقول له ستاند باي 1 وادي له البريورتي والبريورتي من 0 ل 255 والديفولت 100، فانا هديله 105 وستاند باي 1 بريمت. وقلنا ايه بريمت ده؟ ان انا اخلي الانتخابات
تبقى بريمتيف، يعني لو الراوتر الاساسي وقع الاحتياطي هيبقى الاكتف، طب لو الراوتر الاساسي رجع يرجع هو الاكتف. يعني نعيد الانتخابات دايما مع ظهور حد كواليفاي. تمام. طيب هنا دلوقتي، طب راوتر 2 هديله بس الامر بتاع البريمتيف والستاند باي 1 ادي الاي بي 192.168.1.1 والستاند باي 1 ادي البريم وما ادتوش بريورتي، فبالتالي ايه؟ راوتر واحد هو الاكتف. طب ايه الشهيه بتاعتي؟ شو ستاند باي بريف، شو ستاند باي بريف، اعملها على الراوترين كده عشان تشوف مين الراوتر الاكتف. فانا لو جيت على الراوتر الاولاني كنترول سي كده شو ستاند باي بريف، قال لك ايه؟ قال لك دلوقتي فاست 0 على 0 مطبقين عليها ريدندنسي على جروب واحد بريورتي 105، الانتخابات بي بريمتيف، يعني لو اي راوتر رجع هيبقى هو الاكتف. هنا دلوقتي انت ايه؟ انت الاكتف. طب مين الاكتف؟ اللوكال انت. طب مين اللي ستاند باي؟ 21 اللي هو الراوتر اللي قصادك. طب الفيرتشوال اي بي بتاعنا كام؟ 1.1. حلو. طب ما تيجي كده على الراوتر التاني شو ايه؟ شو ستاند باي بريف، قال لك دلوقتي ايه؟ احنا برضو عاملين ريدندنسي على فاست 0 على 0 جروب واحد بريورتي 100 انتخابات بريمتيف. انت مين؟ انت ستاند باي. طب مين الاكتف؟ 1.10. طب مين الستاند باي؟ انت. طب الفيرتشوال اي بي؟ 1.1. طب شو راننج كده؟ قال لك ايه؟ دي الاوامر اللي احنا كتبناها، بس الامر ده مش اللي كتبته، هو اشتغل باي ديفولت، يعني الباكيت تريسر باي ديفولت شغال على الستاند باي فيرجن 2 مش فيرجن 1. وده بيفرق في ايه؟ في رقم المالتي كاست اي بي. يعني لو جيت هنا اشوف رسائل الهالو اهي الرساله دي بتتبعت على كام يا جماعه؟ 224.00102. لكن لو كان فيرجن 1 كان زمانها بتبعت على كام؟ على 2 بس. شفتوا؟ اتبعتت لكل الناس. قال لها اتبعت لكل الناس اصلها مالتي كاست، ما عارفين السويتش ما يفهمش المالتي كاست فبيبعتها لكل الناس. ده قبلها ودول رفضوها. ولما يجي الستاند باي يرد اتبعتت لكل الناس، ده قبلها ودول رفضوها وهكذا بقى. فهتلاقيها كل شويه تتبعت كده. كل قد ايه تحديدا؟ 3 ثواني. حلو. طيب تعال لي كده على بي سي واحد بنج شرطة تي. شرطة تي ده بيعمل ايه؟ بنج مستمر. لاحظتوا بي سي واحد بيتصل بمين؟ براوتر واحد اللي هو في حالتنا مين راوتر واحد يا جماعة؟ الاكتف. طب ما تيجي تقطع لي الكابل ده اهو لو سمحت، اتفرج ايه اللي هيحصل في البنج. الكابل اتقطع. طب استنى عليه 10 ثواني كده. ايه اللي حصل؟ هي دي الريدندنسي، ان انت لو الطريق الاساسي وقع تلاقي ايه؟ الشبكة تتحول على الطريق الاحتياطي بدون ما تعمل حاجة، بدون اي تدخل منك. فيها صعوبة؟ طيب قبل ما ارجع للاساسي تعالى لي على راوتر 2 شوف لي الشهية دي. انا من شوية على راوتر 2 لما سألته شو ستاند باي بريف قال لي انت ستاند باي. طب ما تيجي تسأله تاني قال لي انت الاكتف. لما فين الستاند باي بتاعك؟ انون، ما اعرفش فين الستاند باي بتاعك. طب حلو، رجع لي كده الاكتف. هتلاقي طبعا السبانينج تري مانعني ان انا ابدا ابعت رسائل الهالو للناحيه الثانيه، لكن اول ما البورت ده يتنور هبدا ابعت بقى رسائل للتاني اقول له انا رجعت، فيرجع لي بقى الايه؟ ان انا الاكتف ويرجع هو ستاند باي. يعني الانتخابات هيتعاد
بس اول ما البورت ده يشتغل تقعد 30 ثانيه بسبب السبانينج تري. تمام. فاول ما تشتغل اروح باعتها له بالبريورتي بتاعتي، فراوتر 2 هيعرف ان الاكتف رجع اشتغلت ايه، فعمل تايم اوت وراح نحول على طول. شفتوا ازاي؟ تايم اوت ده ايه؟ معناه ان هو حول. طب ما تيجي على راوتر 2 اساله كده تاني، قال لي رجعت ستاند باي، قال لي امال مين الاكتف بتاعك؟ شفتوا القصه ماشيه ازاي؟ فيها صعوبه؟ تمام. ها؟ كده كده في فيرتشوال ماك. طيب هو الفيرتشوال ماك كام؟ انا لو جيت هنا يا جماعه قلت له ارب داش اي يجيب لي الارب كاش على بي سي واحد. شايفين؟ ده الاي بي بتاع مين؟ 192.168.1.1 ده الفيرتشوال، او ده الفيرتشوال ماك. اما ده مين؟ ده الماك الفيزيكال بتاع راوتر 10، قصدي راوتر 1، وده الماك الفيزيكال بتاع راوتر 2. لكن الماك ده اهو فيرتشوال. طب الماك الفيرتشوال ده بيتعمل ازاي؟ الجزء ده هو ثابت فيه. 4 اصفار 0 سي 9 اف اف، ده كده الفيرتشوال ماك بيبقى صيغته كده. التلات اصفار واحد ده اولا بيبقى رقم الجروب، انت في جروب واحد يبقى رقم الجروب ايه؟ 0 1. طب افرض انت في جروب 9، 0 9. طب انت في جروب 10، لا 0 0 ايه؟ ما احنا شغالين هكس ديسيمال، عشان كده قلت لكم 9 عشان اضحك عليكم في 10. دايما من بدايه الكورس بضحك عليكم. فيبقى ايه؟ هيبقى 00A، لانه ايه؟ هكس ديسيمال. جروب 15 00F، وهكذا بقى. عايز بقى 16 حول بقى 16 بالهكس ديسيمال. تمام؟ حول ليه؟ 16 بالهكس ديسيمال كام؟ هيتكتب 0 1 10، هيتكتب 10، 16 هيتكتب 10. ليه؟ لأن 9 15 اف، الرقم اللي بعد الاف على طول ايه؟ هيكتب 0، وفي الخانة اللي بعدها هيكتب 1. ماشي؟ طيب تعالوا بقى نشوف اللي بعد كده. طيب في حاجة تانية. افرض الراوترين دول طالعين على الاي اس بي، يعني راوتر واحد وراوتر اتنين طالعين على الاي اس بي. ماشي؟ حلو. وانا موصل هنا المفروض طبعا سريالات، بس انا عشان ما ضفتش ويكت سريالات هنا، فخلينا نكتبها مثلا هنا فاست 0 على 1، وهنا فاست 0 على 1. حلو. دلوقتي يا جماعه امتى راوتر 2 بقى اكتف؟ لما انا قطعت الكابل اللي نازل من فاست 0 على 0، صح؟ طب افرض انا قطعت الكابل اللي فوق ده اللي واصل الاي سي بي، هل راوتر 2 هيتحول اكتف؟ لا مش هيتحول. ليه مش هيتحول؟ لانه بيستقبل الهالو مسج يا جماعه من الانترفيس اللي تحت اللي هي فاست 0 على 0. فبالتالي لما انت قطعت الكابل اللي فوق ما تحولش ايه؟ ما تحولش الراوتر 2 لاكتف، يعني فضل راوتر 1 اكتف. بس ليه راوتر 1 اكتف؟ لانه هو الاعلى بريورتي. بس انا دلوقتي الاجهزه دي لو عايزه تطلع الانترنت هتروح لمين؟ المفروض تروح لراوتر 2، لانه هو في الحاله دي اللي عنده الانترنت. لا، هم هيروحوا لراوتر 1. طب ليه راوتر 1؟ لان راوتر 1 هو الاكتف بس ما عندوش انترنت. فقال لك احنا ممكن نعدل في الكونفيجريشن عشان اقول للراوتر ده لو الانترفيس دي وقعت قلل البريورتي شويه، قلل البريورتي شوية، ولما تقل البريورتي تبقى البريورتي هنا 100 هي الأكثر، فبالتالي إيه اللي يحصل؟ يحوله أكثر. هنعمل ده إزاي؟ عن طريق الأمر ده أهو، هنكتبه عند راوتر واحد بس. أقول له ستاند باي
واحد طبعا ده داخل فاست 0 على 0 يعني كل الكلام ده داخل فاست 0 على 0 فاقول له ستاند باي واحد تراك وادي له اسم الانترفيس اللي هيراقبها وليكن فاست 0 على 1 راقب لي فاست 0 على 1 لو وقعت فاست 0 على 1 قللها لي ب 20 ايه 20 دي الديكريمنت فاليو الديكريمنت فاليو دي يعني اخصم من البريورتي بتاعتك 20 ف 105 ناقص 20 تبقى كام 85 صح هنا 85 وهنا 100 يبقى مين الاكتف راوتر 2 يعني الامر ده اهو ستاند باي واحد تراك فاست 0 على 1 يقعد لي فاست 0 على 1 لو الكابل اللي طالع للانترنت او الكابل اللي متصل فاست 0 على 1 اتقطع قلل البريورت شويه طبعا نكتب الامر ده برضو على راوتر 2 لا ملوش لازمه اصل دلوقتي طب ما واحد يقول لي فرض الكابل ده اتقطع كمان خلاص بقى ما هو لو الكابل ده اتقطع كمان ايه الهدف ان انا ارجع لراوتر واحد يعني ما هو ده ما عندوش نت وده ما عندوش نت فايه الهدف ان انا ارجع فلوش لازمه يتكتب على راوتر 2 طب افرض الانترنت رجع الكابل ده اتصل هيرجع يزود البريورتي تاني يخليها 105 بس الداك التريسر يا جماعه ما بيقبلش الديكريمنت فاليو ما بيقبلش ان احنا نكتب فيه ديكريمنت فاليو فالديفولت بتاعها الديفولت بتاع الديكريمنت فاليو 10 فكده كده في الباكت تريسر لو قلت له تراك فاست 0 على 1 وما كتبتش حاجه جنبها هيخصم 10 بس فانا لو خصمت 10 من 105 هيبقى البريورتي 95 عشان كده اتعمدت ما اعملش البريورتي عاليه قوي افرض كنت عملت البريورتي مثلا 120 في راوتر واحد لو اتخصم منها 10 هتبقى 110 هتبقى برضه اعلى فعشان كده اتعمدنا نعمل بريورتي قليله شويه لان الباكت تريسر ما بيقبلش قيمه الديكريمنت فاليو طب ما تيجي نعمل القصه دي فانا اجي هنا اروح موصل راوتر جديد كده وليكن راوتر الاي سي بي اهو ماشي هاجي اشغل الانترفيسز دي عادي ادخل هنا اهو بس على طول فاست 0 على 0 اون فاست 0 على 1 مالها اون حلو وايه كمان بس لسه مش شغاله الناحيه الثانيه فتعالى في راوتر واحد فاست 0 على 1 اون واجي هنا على راوتر 2 فاست 0 على 1 اون فكده اهي الراوترات شغاله طيب تعالى بقى نكتب امر التراك بس خلي بالك من نقطه لو انت شغلت التراك او شغلت فاست 0 على 1 من هنا عملت لها اون فبالتالي مدخلني هنا جوه فاست 0 على 1 ناس كتير بتغلط لما تيجي تكتب الكونفيجريشن تروح مكمله على طول اه انا جوه الانترفيس فاروح كاتب ستاند باي 1 تراك فاست 0 على 1 لا الامر ده ما بيتكتبش جوه فاست 0 على 1 بيتكتب جوه فاست 0 على 0 فلازم تبقى ذكي وتخرج وتروح داخل جوه فاست 0 على 0 يعني ما تفتكرش ان انت جوه الانترفيس تروح كاتب الامر وخلاص ناس كتير بتغلط في الموضوع ده يقول اه ما انا دخلت اول جوه الانترفيس اروح كاتب الامر وخلاص لا تدخل جوه فاست 0 على 0 تدي له الامر بتاعنا ستاند باي 1 التراك فاست 0 على 1 هراقب فاست 0 على 1 شوف لو كتبته جنبها 20 اداني ايرور قال لي الامر ده ايه ما بيقبلش الديكومنت فاليو يا جماعه فانا هروح قايل له تراك فاست 0 على 1 واسكت تراك فاست 0 على 1 واسكت كده هيعمل لي الديكومنت فاليو على القيمه الديفولت بتاعتها اللي هي كام 10 طب تعالى لي هنا لو قلت له شو ستاند باي بريف قال لك دلوقتي انت مين انت الاكتف اهو انت الاكتف تمام والبريورتي بتاعتك 105
وراوتر اتنين لو جيت هنا قلت له شو ستاند باي بريف، قال لي انت اللي ستاند باي والبريورتي بتاعتك 100. طب شوفوا لو قطعت الكابل اللي فوق ده اهو، هتلاقيه بيقول لك شو ستاند باي بريف، انت بقيت 95 وحالتك ايه دلوقتي؟ ليسن. ليسن يعني بتسمع هالو من الناحية التانية. حالتك ايه دلوقتي؟ سبيك يعني بتبعت هالو للناحية التانية. بعد كده حالتك ايه دلوقتي؟ ستاند باي يعني انت دلوقتي ما بين ال ما بين الستاند باي والاكتف بتمر بحالتين، حالة الليسن وحالة السبيك. في حالة الليسن بتستقبل هالو، في السبيك بتبعت هالو، بس الحالة اللي احنا بنستقر عليها اللي هي ستاند باي. انا دلوقتي راوتر واحد بقى ايه ستاند باي والبريورتي بتاعته 95. طب راوتر اتنين من شوية كان ستاند باي، لا شوف راوتر اتنين دلوقتي بقى ايه اكتف. طب لو رجعت الكابل اللي اتقطع ده اهو، يرجع لي الراوتر واحد شو ستاند باي بريف، رجعت 105 ورجعت انا الاكتف. ماشي، فدي خدمة التراك. حد عنده اي اسئلة في القصة دي؟ يبقى اتكلمنا النهاردة عن الريدندنسي، قلنا الريدندنسي عبارة عن ايه؟ احتياطية بضيفها في الشبكة عن طريق ان انا بضيف مسار بديل، بحيث لو المسار الاساسي وقع المسار الاحتياطي يبقى موجود. واتكلمنا ان الريدندنسي بنعملها عن طريق الاستعانة بريدندنسي بروتوكول. البروتوكولات دي بتخلي الراوترات بتاعتي تتفق على فيرتشوال اي بي. من خلال الفيرتشوال اي بي ده بيتنقل ما بين الراوتر الاساسي والراوتر الاحتياطي. قلنا في ثلاث بروتوكولات HSRP VRRP GLBB، بس احنا في CCNA بندرس ال HSRP اللي بيعمل لي راوتر اساسي وراوتر احتياطي عن طريق اعلى بريورتي ولو تساوت البريورتي عن طريق اعلى اي بي. ابعت لكم الملف ده اعملوا لي عليه الكونفجريشن دي. انا طبعا عامل نشط داون واعطي الاي بي للانترفيس. اعملوا لي اوامر الستاند باي على الراوتر الاولاني واوامر الستاند باي على الراوتر الثاني، وما تنسوش تضيفوا لي راوتر اي اس بي وتشغلوا الانترفيسز بس اللي فيه، وتعملوا لي تراك لفاست زيرو على واحد. ماشي، ادي الفيديو الثاني.